هاي وحياكم الله في هذا الفيديو اللي تأخرت وايد فيه اني اسوي واصوره لظروف خاصة سموحة منكم. اليوم اخيرا راح اتكلم عن تقنية ممتازة لعلاج البشرة، مشاكل البشرة المختلفة باستخدام المايكرو نيدلز. هي تقنية استخدام الديرما رولر. جهاز الديرما رولر، هذا هو الجهاز. جهاز جدا صغير في حجمه، وفي حوالي 540 نيدل أو مايكرو نيدل، إبر صغيرة في حجمها، يتراوح حجمها ما بين 0.5 أو 0.25 مليمترز وحتى 2 مليمترز. أحجام كثيرة متوفرة في السوق. شنو يسوي هذا الجهاز؟ هذا الجهاز يقوم بإحداث ضرر بسيط على البشرة، الهدف منه تحفيز خلايا البشرة لإنتاج مادة الكولاجين لإصلاح هذا الخلل اللي حصل في البشرة جراء استخدام هذه الإبر. تتوفر الديرما رولر بأحجام مختلفة مثل ما قلنا، الاختلاف فيها في حجم وعدد الإبر الموجودة فيها. عادة تتراوح ما بين 200 إلى 800 إبرة، لكن اللي راح أتكلم عنهم اليوم حجمهم في تقريبا 540 إبرة. وبالنسبة لي أنا شخصيا أشوف أنه من الأفضل البداية تكون مع حجم صغير، وبالتالي تدريجيا نستخدم الإبر الأكثر طولا والأكبر حجما، لأن كل ما كان حجم الإبر أكبر كل ما كان تأثيرها على إنتاج الكولاجين أفضل وأكبر. العديد من مستخدمي جهاز الديرما رولر شافوا نتائج إيجابية رائعة في إزالة آثار حب الشباب، السليولايت، الستريتش ماركس، حتى البقع والكلف اللي صار لها فترة كبيرة على البشرة. بمجرد استخدامهم لجهاز الديرما رولر شافوا نتائج إيجابية. أيضا جهاز الديرما رولر ممكن يستخدم للأشخاص اللي عندهم مشاكل في تساقط الشعر في بقع معينة أو مواقع معينة، ممكن باستخدام هذا الجهاز يحفز نمو الشعر من جديد. هذا الجهاز متوفر بأحجام مختلفة ومن سبلايرز مختلفين في كثير من المواقع. أنصحكم باستخدام موقع أمازون، لأن أنا شخصياً اشتريته من هناك، وايد استخدم أمازون وفعلاً النتيجة كانت ممتازة. تقدرون تشوفون الأسعار المختلفة، تقدرون تختارونها. تقريباً سعرها 20 دولار، المفروض أنه ما يتجاوز 20-25 دولار بالكثير، واستخدامها جداً سهل. أنا شخصياً جربت استخدام نوعين من الديرما رولر. ابتديت مع 0.5 مليمترز، لأن مثل ما قلنا استخدامها يكون أسهل في البداية. حبيت أني أبتدي مع إبرة أصغر وبعدين أتدرج لغاية ما استخدمت 1 مليمتر. للأمانة ما تعور، وكل ما كان حجمها أقل كل ما كان الألم أقل، فمن كذي من الأفضل بداية تكون مع إبر أصغر في حجمها اللي هي 0.5 أو 0.25. استخدمت 0.5 لما كنت حامل أول مرة، لأني كنت أدور على شيء يعالج آثار حب الشباب من غير لا أضطر أني أستخدم كريمات أو كيميكلز. تنفع الاستخدام مهما كانت الظروف حق الذكور والإناث، حتى إذا كنت حامل، إذا كنت مرضعة، لأنها ما فيها أي مواد ضارة، مجرد إبر وتعالج المناطق المتضررة. ما هي الطريقة المثالية لاستخدام جهاز الديرما رولر؟ مجرد انك تمشين الجهاز 5 مرات، رايح راد، فوق تحت، يمين يسار، في كل الاتجاهات، 5 اتجاهات مختلفة على المناطق المتضررة. ما انصح ان تكبسين بشكل ثقيل شوية على الجهاز، انما يكون في البداية تمشية خفيفة على المناطق المتضررة. للأسف ما اقدر استخدمه اليوم وانا حاطة ميك اب فاونديشن، لكن هذه هي الطريقة. عادة امشي فوق لتحت، يمين يسار، الجهة الثانية والجهة للأسفل والأعلى. حاولي تستخدمينه في اتجاهات مختلفة متباينة مع التركيز على المناطق المتضررة. شيء طبيعي ان لون البشرة يتحول لون الأحمر، تبين وايد حمرة بعد الاستخدام، خصوصا اول الاستخدام. هذا شيء طبيعي جدا، وهذا الهدف منه، ان احنا نحدث ضرر بسيط على البشرة بحيث ان نحفز انتاج الكولاجين لإصلاح هذا الضرر مثل ما قلنا. نقطة جدا مهمة لمستخدمي جهاز الديرما رولر، لا تستخدم هذا الجهاز مع أحد ثاني، لا تشاركه مع أي كان، حتى لو كان شخص قريب، ابن، زوج، أخ، أخو، لا ينصح بذلك، لأن فيه إبر، والإبر لازم نكون حريصين جدا في استخدامها، ممكن لا سمح الله تسبب التهابات، ممكن تنقل أمراض. فمهم جدا أنك ما تشارك جهاز الديرما رولر الخاص فيك مع أي كان.
نقطة ثانية جدا مهمة، مهم جدا تعقيم جهاز الديرما رولر بكحول بنسبة 99 أو 97% على الأقل، علشان نضمن تعقيم الإبر سواء كانت مناديل أو مجرد أنكم تغرسونه بالمحلول لمدة 10 دقائق قبل وبعد الاستخدام. نقطة جدا مهمة لتطهير هذا الجهاز لأن مرة ثانية نتعامل مع إبر. نقطة أخيرة أحب أني أوضحها، أن بعد استخدام جهاز الديرما رولر لأن الخلايا تكون مستعدة لاستقبال أي شيء نحطه على بشرتنا، البورز أو المسامات تكون مفتوحة، هذه أفضل فرصة تحطين من خلالها أو تستخدمين سيرم مناسب للبشرة. ينصح باستخدام سيرم فيتامين سي لأنه يحفز خلايا البشرة على أنها تتجدد مرة ثانية، حتى لو كان عندكم أي سيرم لتجديد الخلايا أو سيرم مهم لمنع التجاعيد، هذه أفضل فرصة لاستخدام السيرم مباشرة بعد التنظيف باستخدام جهاز الديرما رولر. سمعت عن جلسات كثيرة اليوم يقدمونها الديرماتولوجيست أو أطباء الجلدية أو حتى عيادات التجميل جلسات ديرما رولر، أنا شخصيا ما جربتها لأني أشوف أن استخدامها جدا سهل وتعطيني نفس النتائج لما استخدمها في البيت وبسعر جدا بسيط، مثل ما قلنا سعر الجهاز تقريبا $20 وما راح يكلف استخدامه إذا استخدمناه بالشكل الصحيح. هذا كان كل شيء لليوم، الجهاز ممتاز، استخدامه وايد سهل، سعره وايد رخيص، يعني مو محتاجين المخاسير، أنصح باستخدامه مرتين أسبوعياً لأفضل النتائج، البداية تكون مع مرة في الأسبوع وبعدها نتدرج لمرتين أسبوعياً، وفي ناس تستخدمه 3 مرات 4 مرات في الأسبوع إذا خذت عليه وتعودت عليه. بليز لا تنسوني باللايك والسبسكرايب إذا حبيتوا هذا الموضوع وشفتوه فاتكم ولو شوية، ولا تنسون تسووا لي فولو في سناب شات وإنستغرام وتويتر نفس الاسم نوها ستايل آيكون. أحبكم وايد، شكراً للمتابعة.